فتيات يتمتعن بأرجل طويلة أو يتمتعن بالطول الفارع هم عمالقة بحق. سنعرض لكم في هذا الفيديو 10 فتيات عملاقة ينبغي عليك رؤيتهم. زانغ تسيوزي، هل تذكر طولك عندما كان عمرك 13 سنة؟ يبدو أن طولكم كان يتراوح ما بين 150 إلى 170 سنتيمتر وفقاً للنوع وبنية الجسم وسائر الأمور الأخرى. كان طول زانك يصل إلى 212 سنتيمتر وهي في سن 13. على ما يبدو أن هذا الطول قد ورثته من والديها. بلغ طول والديها حوالي 183 سنتيمتر. ماذا تريد أن تصبح هذه الفتاة المدرسية في رأيك؟ ربما قال بعضكم أنها تريد أن تصبح لاعبة كرة سلة بسبب طولها الفارع وتأثير والدتها عليها، حيث كانت والدتها كذلك أيضا. كانت تلعب في صفوف المنتخب الصيني وهي الآن تدرب فريق مقاطعة شاندونغ. أنا واثق من أن هذه الفتاة بمساعدة والدتها سيكون لها مستقبلا لامعا في كرة السلة، وإحراز النقاط لن يمثل لها مشكلة. بريتني جراينر، إذا كنا نتحدث عن كرة السلة فلا ينبغي علينا أن نغفل ذكر لاعبة كرة السلة التي يبلغ طولها 203 سنتيمتر. هي ترتدي القميص رقم 42 في صفوف نادي فينيكس ميركوري. الطول الفارع والقوة البدنية والعمل الدؤوب، هذا هو سر نجاحها. استطاعت بريتني في عام 2012 أن تربح الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، وأصبحت واحدة من أهم اللاعبات في هذه البطولة، كما أنها كانت بطلة الـ NBA للسيدات في صفوف فريق فينيكس ميركوري. هي أيضاً تقوم بأداء رائع على المستوى الدولي. ربحت بطولة العالم التي أقيمت في تركيا وهي في صفوف المنتخب الأمريكي في عام 2014، والألعاب الأولمبية في عام 2016 في ريو، وبطولة العالم في عام 2018 في إسبانيا. من المثير للدهشة هو رؤية بريتني وزانك وهما يلعبان ضد بعضهما البعض. إذن استطاعت الصينية أن تشق طريقها في كرة السلة. غريتيغا شيريبيستافا، تعتبر هذه الفتاة من أطول الفتيات في الهند. يبلغ طولها 211 سنتيمتر. طولها جاء بسبب الجينات الوراثية. تقول غريتيغا أن والدها كان طويلاً أيضاً، حيث بلغ طوله 2.25 سنتيمتر. لا توجد معلومات كثيرة عن غريتيغا. من المعروف مثلاً أن الفتاة استطاعت أن تستخدم طولها مع عقلها، حيث وجدت طريقها في مجال كرة السلة مثلها مثل الأخريات، حيث كانت واحدة من ضمن اللاعبات في صفوف المنتخب الهندي للسيدات. هذا كان في الماضي، أما الآن فهي لم تعد تربط حياتها بهذا النوع من الرياضة. كارولين ويلز، تبلغ من العمر 33 عام. تعتبر هي أطول فتاة في ألمانيا، حيث يبلغ طولها 206 سنتيمتر ووزنها 117 كيلوغرام. تقول بعض المصادر أن هذا الطول الفارع جاء نتيجة مرض يسمى العملقة، حيث كان جسدها يفرز كمية كبيرة من هرمون النمو في الطفولة، بسبب ذلك أصبح طولها كما ترون. على أي حال، كارولين نفسها ليست مكتئبة من الوضع، بل العكس، هي فخورة بطولها الفارع. تحب كارولين مثلاً التصوير بجانب الأشخاص أو منشآت معينة كي يتضح طولها الفارع. من الجدير بالذكر أيضاً أن كارولين تفخر أيضاً بقدمها الكبيرتين، فهي ترتدي حذاء مقاس 46، لذلك تصنع لها الأحذية خصيصاً. من الصعب أيضاً العثور على ملابس تناسبها، لكن لحسن الحظ تمارس كارولين مهنة الخياطة في وقت فراغها. أما فيما يتعلق بمهنة الخياطة فهي كانت عارضة أزياء لفترة مؤقتة. أليستوتس، يقول الكثير من الفتيات اللواتي يتمتعن بالطول الفارع أنهم كانوا يتعرضن في الطفولة لسماع ألقاب استفزازية من زملائهم بسبب ذلك. كانوا يطلقون مثلاً على أليستوتس لقب جودزيلا، حيث كان طولها في المدرسة يبلغ 185 سنتيمتر، إلا أنها توقفت آلي عن النمو في المدرسة الثانوية.
يبلغ طولها في الفترة الحالية 206 سنتيمتر. نسيت آلي الآن سخرية زميلاتها، هي الآن واثقة من نفسها وتعتبر أن الطول الفارع هو أهم ما يميزها. عملت آلي في عرض الأزياء لفترة لكنها لم تحب هذا المجال، هي الآن تعمل رسامة ومستمتعة بالحياة. تشيز كينيدي هي عارضة أزياء أمريكية تبلغ من العمر 26 عام، يحق لها أن تفخر بأقدامها الطويلة. يبلغ طولها 198 سنتيمتر ويبلغ طول قدميها 129.5 سنتيمتر. تعيش تشيز بهذه الميزة منذ الطفولة، حيث كان لديها أقداما طويلة وطولا فارع لدرجة أن زملائها كانوا يلقبونها بالزرافة. كانت تشيز تتضايق من هذا اللقب في بادئ الأمر، لكن بعدها قبلت نفسها بالشكل الذي هي عليه الآن. الأقدام الطويلة أعطتها الأفضلية في ألعاب القوى أكثر من أي فتاة أخرى. اعتقدت أيضاً أن هذه الأقدام الطويلة هي طريقة جذب للعديد من وكالات الموضة. هكذا كان الأمر في سن المراهقة، حيث اتصل بها العديد من وكالات الموضة التي أرادت أن تمضي عقداً معها بسبب طولها الفارع وأقدامها الطويلة. لكن بعد فترة من الوقت توقفت الوكالات عن الاتصال بها لأن طولها أصبح يمثل عقبة أكثر من كونه سمة جذابة. هناك الكثير من وكالات الموضة رفضت التعامل مع تشيز بسبب طولها، لأن الوكالات لا تتعاون مع الفتيات اللواتي يتجاوز طولهن 185 سنتيمتر. تقول تشيز أيضا أنها تعاني عند شراء الملابس خاصة الفساتين. هولي بيرد هناك الكثير من الفتيات تشترط صفات محددة في طول الرجل الذي يرغب بها عند اختيار نصفها الثاني. على سبيل المثال، هناك الكثير من الفتيات يرفضن مقابلة الشاب الذي يقل طوله عن 180 سنتيمتر. يبلغ طول هولي بيرد 196 سنتيمتر ويبلغ طول قدمها 125 سنتيمتر. دخلت هولي موسوعة جينيس للأرقام القياسية منذ عدة أعوام. ترفض هولي مقابلة الشباب الذي يقل طولهم عن 190 سنتيمتر. لا تعتقد هولي أن هذه الشروط قاسية جداً، لأنه يوجد الكثير من الشباب الذي يتمتع بالطول الفارع في نيويورك. تعتقد الفتاة بأن هذا الأمر ميزة كبيرة. أما فيما يتعلق بالحياة اليومية لهولي، فكل يوم تقابل الكثير من المصاعب مثل ركوب المواصلات العامة التي تتسبب لها في الكثير من المتاعب. أما عن العمل، فهي عملت لفترة في مجال عرض الأزياء ونجحت فيه، حيث شاركت على منصة عرض الأزياء في أسبوع الموضة في نيويورك. تعمل هولي الآن مصممة جرافيك وفقاً لتعليمها. هايزر جرين هناك الكثير من الفتيات الطويلات يخجلن من طولهن الفارع، لذلك يحاولن إخفاء هذا العيب بجميع الطرق الممكنة. على سبيل المثال، نادراً ما يقومن بارتداء أحذية ذات كعب عالٍ. هايزر كرين هي الوجه المقابل لهذا الأمر. يبلغ طول هذه السيدة الأمريكية 197 سنتيمتر. هي من لاس فيغاس. هي تحب ارتداء أحذية ذات كعب عالٍ، مما يزيد من طولها ليصل إلى 120 سنتيمتر. كانت هايزر هي الفتاة الأطول في المدرسة، وبالطبع كان زملاؤها يضايقونها. توقفت هايزر عن النمو عندما كان عمرها 15 عام. فهمت هايزر أن الطول الفارع هو الذي يميزها، لذلك لم تخجل منه. هي تقوم بالتقاط صور مع أشخاص عاديين. هذه الصور تبدو طريفة. تحب هايزر التزلج على الجليد والرسم، كما أنها تمارس أنواع الرياضات المائية وتقوم بتصميم فرش المنزل. ساندي ألن كانت الأمريكية ساندي ألن هي السيدة الأطول في العالم حتى وقت قريب نسبياً. كان يبلغ طول ساندي التي ولدت عام 1955 231 سنتيمتر. حصلت ألن على شهرة واسعة عام 1974 عندما كتبت خطاباً إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، معبرة فيه عن أملها لتحسين وضعها المعيشي عن طريق هذه الأرقام القياسية. تلقى ممثلو الموسوعة خطاب ألن وأدخلوها الموسوعة،
وبعد عامين تم دعوة السيدة العملاقة للتصوير في فيلم من إخراج فيديريكو فيليني. قامت أيضاً بتصوير الكثير من البرامج التلفزيونية. كانت ساندي أيضاً تقدم عروضاً في السيرك. كانت تعتبر هي السيدة الأطول في العالم على مدار السنوات الأخيرة. تيزين تيزين ليان، نقدم لكم في الفقرة الختامية أطول فتاة في التاريخ الذي تم توثيق وتأكيد طولها الفارع. ولدت في 26 يونيو عام 1964 في خونان الصينية. عاشت حوالي 17 سنة وماتت في عام 1982. كان طولها عند الوفاة 248 سنتيمتر.